ما شاء الله 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 ما شاء الله، لسه باقي نص ساعة الإفطار، ما شاء الله جهزنا. رمضان كريم رمضان كريم، الله المستعان الله المستعان. هنعمل شوية رياضة، أنا حاطه هذا منبه، هذا قصدي هذا الجوال، مش هذا الوالد، هذا صوت الوالد الله يرحمه محمد بهدي يكسل ويرحم جميع الناس اللي ماتوا. من حبنا لله بنحب كل الناس. وقلنا قدر الإمكان بنحاول نحسن لجميع الناس، الدعاء إحسان، الدعاء صبر، الدعاء بغير القدر، الدعاء بيحسن للناس. وما يدعي ربنا أن الله يشفي جميع الناس، هاي إحسان. ندعي كمان الناس اللي راحوا الله يعلي مقامهم اعلى جنة الفردوس، منهم والدي محمد بن يوسف، منهم امبارح سمعت اول يوم الصبح سمعت انه هو بمثابة الوالد، كمان شفيعي من اصدقاء الوالد في قطر، ابو اصحابنا ابو فريد ووحيد واحسان الله يحفظهم والله يودي هو الى اعلى جنة الخلد الفردوس. وكمان بنحكي دعاء كمان شفاء لجميع الناس، ان الله يشفيهم من جميع الامراض، امراض النفوس امراض القلوب امراض جسدية امراض النفسية، وبالذات لصاحبنا اللي هو زي اخوي ومدرسي، كان مدرس الي واخوي وزي اخوي وزي مدرس وزي زي اب كمان، زي يعني ما شاء الله عليه الحبيبنا نياز روحاني الله يشفيه، عنده سرطان الله يشفيه ويشفي جميع الناس من جميع الامراض. ما في شيء صعب على ربنا، كل شيء من ربنا حلو، احنا نعمل علينا والباقي على ربنا. اللهم استغاث اللهم استغاث. يا الهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والاخره، وانك انت المعطي العليم الحكيم. يا الهي هذا عبدك وابن عبدك الذي امن بك وباياتك وتوجه اليك منقطعا عن سواك، انك انت ارحم الراحمين، اسالك غفار الذنوب وستار العيوب بان تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر افضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الارض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم.